تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت بين صفحاتها مصارعة ثيران دون دماء. جاء في تفاصيل الخبر: أقر برلمان في جزيرة مايوراكا الإسبانية قانونا يمنع مصارع الثيران من قتل أو إصابة الثور خلال المصارعة، فيما يمنع على من هم دون سن 18 عاما مشاهدة مصارعة الثيران. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين، التي اخترنا منها لكم: الشرائح الإلكترونية باتت متوفرة في معاصم اليد. قررت شركة في الولايات المتحدة الأمريكية وضع شرائح إلكترونية تحت الجلد في أيدي بعض موظفيها في خطوة أولى نحو تطبيق الإجراء على كافة العاملين، وتمكن هذه الشريحة الموظفين من فتح أبواب الشركة والدخول إلى حساباتهم الشخصية على أجهزة الحاسوب وشراء الطعام. نطالع مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية دراسة حديثة: باطن القمر غني بالماء. كشفت دراسة حديثة أن القمر ليس جرما قاحلا كما كان يعتقد، وإنما يحتوي في أعماقه على كميات كبيرة من الماء. ففي عام 2008 عثر باحثون على جزيئات ماء في حمم متجمدة جلبها رواد فضاء من سطح القمر إلى الأرض. صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين، جاء فيها: المال يمكن أن يشتري السعادة. وجدت دراسة حديثة أن المال يمكن أن يشتري السعادة عن طريق توفير مزيد من وقت الفراغ، وهو ما قد يجعل أي إنسان سعيد. وقالت الدراسة إنه رغم كون توفير الوقت يخفف الضغوط اليومية التي يواجهها الإنسان، فإن قليلا من الناس يقدمون على فعل ذلك رغم قدرتهم على تحمل الأمر ماليا. ختاما مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية: تعبئة لإنقاذ قردة وضعها كارثي. بدأ أكثر من 150 عالما من سائر أنحاء أفريقيا اجتماعا قرب أبيجان لإنشاء الجمعية الأفريقية لعلم القردة بهدف إنقاذ هذه الحيوانات المهددة بالانقراض في القارة السمراء. أسباب تراجع أعداد القردة في أفريقيا تعود للصيد غير القانوني وانحسار رقعة الموطن الطبيعي لها.